بقيتش تخلاط ولا تبارك الله. وخويا مصطفى راه موثوق، راه كتشوفوا، راه الصوت والصوره اللي قال لك حاجه نتحداه قريب يطيحوا ان شاء الله. عندك اخويا المليح والشراسه، هو طلقها كاع كيفاش كتحرك ما شاء الله. باغا تلعب اج خرج خاصو شي حاجه. مرحبا به 40 40 جور في اللاج ديالهم. اول واحد دار الكلاب في القرعه هو انا، عندي 34 عام في هذا السوق. الله يبارك ما شاء الله. من عندهم هادو مصطفى؟ هادو عندهم 40 يوم دار. ما وقفوا الوجه ياكلوا الراس من بابا. تبارك الله اللهم بارك مصطفى. هادو مصطفى شحال كيبقاو لواحد خو؟ 800 درهم. لا راس الاخوان راه ما تذاكروش، راه المارين واش حاجه ديال بصح. اول واحد في المارين وما كاينش يبدا شي واحد يكذب على كل شي حاجه. اول مصطفى اول واحد تبارك الله ما شاء الله. الله الخوت الله يبارك لكم. ومن اقدم الناس في سوق القريعه، وكل شيء كيشهد ليه بالمصداقيه والشفافيه. تبارك الله. الناس اللي موافين يجيو راه غادي يعرفوا. الله يبارك ويزيد في ذلك. وعنده الروش وايلر وعنده الدوبرمان. هاد التكيير هذا راه ما بغيناش نخرجوا، راه قبيح بزاف. قبيح بزاف. وفيه الدريساج وفيه القباحه. الدريساج والقباحه والعبارات وكل شيء. ديال اللي بغى يخدم به الكوبلاج للعسه واي حاجه. السلام عليكم. خويا محمد بخير. خويا مصطفى بخير هاني. الله يحفظك. صباح الخير. يا محمد. اللهم بارك. الله يبارك فيك. راسه. مليح شي حاجة ناضية خويا. الله يبارك ما شاء الله. ذكر مصطفى. هي راه عنده العام وطرف العام. الدريساج والقباحة. تبارك الله. الدريساج والقباحة. أيوا. السمية ديالو. صام صام. 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 سمعك انت تبارك الله. مالا مصطفى تبارك الله. 10 شهور. اللهم بارك وزيد في ذلك. حد شويه فاصل. تبارك الله. مالي هو شي حاجه طوب. الله يبارك مصطفى. مازال كل خير. مازال كل خير. كيما سميتو هذيك؟ تفهمي؟ فين شو والده مصطفى؟ حيت دابا الولاد. حيت شي لها الوليدات ديال. شحال عندها؟ عندها عمي. صباح الله. باش كبر الوليدات مزيان. الحمد لله. الوليدات اللي بقاو عندها ثلاثة اللي بقاو. هادو دياولها. أنا عندها ثلاثة ولاد بقاو ثلاثة. هادو الجريوات ديالها. ثلاثة ديري القيلولة. ايه تبارك الله. تبارك الله. زين زين. شحال عندهم مصطفى دابا؟ دابا راه عندهم شهر. شهر؟ دابا راه كياكلوا الراس نتاعهم. كاملين الذكورة؟ كاملين الذكورة كاينين الشهر. كاين الذكورة وفيهم الإناث. تبارك الله. يا سلام. تبارك الله. مليح مليح اخويا. تبارك الله اخويا. الله يبارك لك. ابيض الفرا محمد. ما شاء الله. الصغبة كبيرة. تبارك الله اخويا. 40 يوم عاد كيوقفوا الودن. 40 40 كيوقفوا الودن. هذه معلومة من عند اخ مصطفى. تبارك الله. حيت دابا هذا وقف الودين غيطيحوا ليه عاوتاني وعاد عاوتاني غيوقفوا ليه، ولكن على 40 يوم صافي تيوقفوا الودنين كاملين. تبارك الله. الاخرين مصطفى خويا راه خبير في المالين وما شاء الله. شي حاجه بيديغري. الله يبارك ما شاء الله.
كونفيرمي روتويلر حقيقي، حاجة حقيقة ديال الكومبيتيسيون صافي. صلاح الاولاد كاش كبر الوليدات تبارك الله. شو الروتويلر كيداير ما شاء الله، فورما والاناقة، وكاين حتى الشراسة الاخوان رشهم في الفيديو اللي فات، راه بغاو يقطعوا الكرياج باش يخرجوا ان شاء الله. مصطفى الله يبارك مصطفى، قريب يطيحوا ان شاء الله، يعني داخل المرحلة الجهوزية باش تكوبلا ان شاء الله. إلا كان شي مال تا هو ما شاء الله راه يخرجوا شي وليدات الخير تبارك الله. دوبر معنا دوبر معنا خويا الله. إلا البارح سولوني شي ليفار قالوا لي يا خويا محمد صور لنا الدوبر معنا شي حاجه تكون بير. أيا نتواب مليحة الله يبارك. أيا خويا مصطفى تبارك الله. سميتها مصطفى؟ ميري. ميري تبارك الله. جميلة جميلة جميلة. شحال كيف الثمن مصطفى؟ هذه 2000 درهم. 2000 درهم. اللهم بارك. ثمن زوين ماشي زوين يا سي الله. عندها تقي الله عندها شهرين 2000 درهم 2500 تبارك الله. هذه انت هذاك الواجب تبارك الله تبارك الله. هو طلقها كاع كيفاش كتحرك ما شاء الله. باغا تلعب اج خرجات ورجعات كلبه ديسيبلين. اي اج اج كدور كتحوس مصطفى. إلا كتحوس كتخرج كتضرب دويرة في الزنقة تبارك الله الله يبارك. أين رقم الهاتف ديالك؟ 06 53 04 72 94. والمليح المليح كنبيع لكم المليح الإخوان والله إلا يلاه صيفط جوج بياسات الصباح من هادو والله إلا مشاو جوج بياسات دينا. الخميس نهار الخميس راه مشات بياسة من هادو ما شافو هما ليهم والو كنصيفط لهم حتى لعندي. مكاينش شرى انسان موثوق اخويا مصطفى. هذاك الشيء اللي كاين اخويا محمد راه مكاينش، راه الصدق هو كلشي. المحل الاخوان سوق القريعه كلشي كاين، كاين الروتويلر، كاين الدوبرمان، شي حاجه بير راس، كاين المالين والشراسه، عنده شي فيرما، شي فيلا، سيكيريتي، المالين شي حاجه الرعب ديال الخدمه. هات اخويا عبد الله راه كاين هنا محمد، كاين واحد النسوه راه واقفه هنايا ما بغاش نعرف عليها. اللهم بارك وزيد في ذلك، اللهم بارك وزيد في ذلك، اللهم بارك، سد على خويا. كاين واحد شافتي والده اللي شافها فيديو يقول اللهم بارك خويا صافا. ومرحبا بالجميع ودعموا القناة، دعموا القناة ديال محمد، دعموا. قول لك سميت القناة ديالك مصطفى في يوتيوب. السمية ديال القناة ديالي مصطفى من الجاج، مصطفى من الجاج. ومرحبا بالجميع الإخوان. خويا مصطفى نهار كبير هذا، شكرا جزيلا لك، تحياتي لك على التواضع ديالك، شكرا مصطفى خويا، إلى اللقاء إن شاء الله. الله يبارك مصطفى، الله يبارك.